سوس يا سوس. تمام تمام. السلام عليكم. السلام. حطنا الفريم. معروف يا معروف. معروف راجع معروف. يا اسكت. عبي تراجعك عبي. عبي ببارك عبي. معروف. عوضين عمي. عليك عليك. مرني. روح عمي روح. روح. تبت يا. عمي تعال قدام. قديش اشتريتها للمعروكة هاي؟ قرش. روح طريقك روح. ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ لك ما قدرت لسانك اكل القط. ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ طول بالك. لك قول. لا تلك ايه؟ شو دخلك شلون عم يبيع انت؟ شو دخلك؟ شو دخلني عم ببحث هيم؟ هذا رح يقطع برزتي. ما حدا بيقطع برزق حدا. ربك هو الرزاق. أمنا بالله دخيل اسمه الله ما لنا شيء. بس مو هيك عمي مو هيك. تنكي سد حلقك وانقع من هون احسن ما يطلع خليها. هلا كلكم اهل حارة الطبع صرتوا علي انا. خلاص ولك تنكي. شو هاي كلكم علي؟ الزلمة ايش من بده ببيع وبد ما بده ببيع. انت ما خصت فهمت؟ شلون ما خصني؟ شلون ما خصني؟ خصني ونص. لك تنكي اويان عصك ولا؟ ايه اويان عصي لاني على حق. هاي حق قرش. كيف عم توفي معه؟ وطي صوتك ولك. ما رح اوطي صوتي. وطي صوتك عم فهمك. وان ما عجبك لما عزالك ورحال برات الحارة بيع بحارات تانية. فهمت هاي؟ لا سيدي ما فهمت. وبدي بيع هون. هاي الارض منطوبة باسمك. اخرج. الله يوفقك يا معتز. اعطيت لي برزتي. كبيت رزق على الارض. ربي يبعث لك داء وعلة وشلة تفرمك فرم ان شاء الله يا حق. ولك تنكي. خلاص ما بدي ابتلي فيك. الدنيا صيام. اخرار اتس تركو. الزلمه ما عمل شيء. شو تفضلت واو يا فندي؟ مثل ما سمعت الزلمه ما عمل شيء وهو على حق. وشو عرفك انه على حق وانت حضرتك هلا لسه جيت على الحاره؟ تركي درويش وعم يسترزق على باب الله وهو على حق. شبك واوي؟ شو صاير لك؟ كبران الحشيشه ما. اللهم اني صائم. يا اخي احمل حالك وروح على بيتكم ولا تتحش انفك بشغله مالك فيها. فهمت هاي؟ ليش حتى ما يتحش حاله؟ لاني على حق. سمعنا. رو عمو رو. رو من هو. هالفوتي مالك قدها. وانا اليوم ماني ناوي ابتلي لي بشي ولا. إلي هالحكي ولا؟ إلي! وقفوا يا رجال على مالكم. خلينا الواوي ورجينا مراجله. بس وينك؟ لا تعصب. لا يوم يطق لك عرق. وهلا رح تشوفوا المراجي. إيه عمي؟ إلك؟ ليش في ولد غيرك هون بالحارة؟ ولد! ولي! إيه خطي! واي! صابوا له! صابوا له حيمي! والله لخلي عواك يوصل لحلب. والله قلت لي واوي حاج تتعصور. حاج فريد بعيد وما تقول لحدي غدر. لي لا تخرج. شوفي شوفي هجم معتش يا اخي. عمي عقيد ولا خلاص وصلت بوزة. عمي عقيد فن عنا فشرت ولا خلاص. شيخي معتز حط السكينة على رقبة الواوي. يا لطيف شو لواوي؟
تاني مرة لا بقى تحشر أنفك بشغلة مالك فيها. فهمت؟ ما هذا الحكي في حكي؟ قوم حكي خلاص دير جوا. قوم قوم انت لا من هون ولا تخليني اشوف خلتك. يلا على بيتك. يلا يا شباب كل واحد على بيتك. يلا 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 أسرع تضرب من نخله. العمى ضرب كوش صاحبي مشاكل بهالحارة. ما راح تخلص انت شو وجعتك. سلام حاتم. أهلين أبو جودات. شوفي ما في شيء. أنت شايف شيء؟ كل هذا الشيء ما في شيء؟ ما في شيء. هدول رجال حارة مش تبعين. هي جمعة رمضان يا بي. آه كلي جمعة رمضان. لا اقتنعت. حيا العقيد. دخيل عينك أنا ما قصرت فيه. لك يقبلني ربك. والله فشيت اللي خلقي. الله وكيلكم يا رجال. ما كنت بدي مد ايدي عليه. بس شفتوا شلون هو انطاوى. لك يخرب بيته بالحاله صار ينضبط مثل السعدان. اخي هذا جاي وشرب عيونه. والله انا حاسس انه محضر له هو وتنكي. ايه محضرين له اخي. بس المهم نخلص من هذا التنكي بقى. والله يا جماعه من الاول قلبي ماله مرتاح له للواوي. لك اكيد في حدا دازه. دخيلك ابو حسن يدزه مين ما يدزه. ليك واكل زومين اتغسل وتمشط فيهم. على راسي ابو جود. حياك ابو كرم. السلام عليكم. سلام. شو في يا ابو ضياد؟ ما في شيء يا ابو جودات. صغيره صغيره. عزو شرف معي. لا وين ما حدا دخله بلوها. لا حدا يحكي. ابو العز شرف عقي. شرف عاوز. انا اللي بشرف. معلش يا شباب. ابو جودات ما بدي وجع لك راسك. القصه فصلت وما لها فكاهه ولا لمازيه. ايوه القصه فصلت. ما لا فكاهة ولا مازية. اي نعم ما لا فكاهة ولا لمازية والقصة فصلت. عزو بدي اعرف ومنك انت بدك تحكي لي. والا تعرفوا للواوي راح اشحطه من شواربه وشو لهول. والله اش كان بدك تشحطه اشحطه. هي شغلتك مو شغلتي يا ابو جودات. بس انا من عندي بقول لك القصة فصلت يعني فصلت. لا تكون فكر حالك مسنود. اسمع انا بجودة وبتعرفني انا بحبسك. الي ايه رعبتني والله. مش كان تقدر تحبسني. شرف احبسني. مش كان بقدر. ايه بقدر. احبسني. شو يعني مو فارقة معاه؟ لا والله مو فارقة معي. مين اللي دعمه؟ انا مالي غير الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس فهمني مين جاب لك العفو؟ والله إذا كان بدك تعرف روح اسأل. يعني روح على السرايا اسأل. أنو روح اسأل. ليك لقول لك أبو جودات كلمتين ورد غطاهم. الدنيا صيام وأنا طقطقت جوزة حلقي. إيش كان بدك تحبسني شرف احبسني. إذا ما بدك تحبسني خليني اتيسر لأنه القصة هلا فصلت معي. وأنا كمان فصلت. معناتها سلام. وهلا بمناسبة شهر رمضان لازم يتصالحوا. وتنكي اتركوه علي أنا بدبره. لا عمي ابو حاتم مالي شيء. مالي رايح لعندهم من هذا. شو بده ياخذني لعنده؟ لك ابي انت شو بتساوي؟ ليش عم تتمشكل مع العالم؟ اهلين يا ابي. لك ليش معلق مع هذا الحش نشت الواوي؟ ابو عصام الحق مع معتز. ايه يا ابي والحاره كلياتها بتشهد على هالشيء. لك ابي الحاره كلها تشهد تنعمل. لازم نحط حفنا بكل شغله نحن. يا ابي طول بالك. هو تمدمد وتطاول. الله وكيل. لك هو سطال وبعدين انت واخوك. العمل لسه امبارح وصلنا على الحاره. يا ابي القصة مو هي. طول بالك يا ابي. خلصنا ابي. امرك. بتعرف بيته؟ لا انا بعرف بيته. ايه خلص روح انا بحاتي. يلا. شرف. تفضل. تفضل. بيت والحقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اخي ابو عصام. الواوي جاي مشان يصالح معتز ويبوس راسه. نحن كمان جايين نصالحهم مع بعض. امرك يا ابي بتموت. وهي بوسه من راسها. حقك علينا عمي. يلا واوي. امرك عمي ابو صافي. امرك. حبيبنا اللزق. بوسه بالعافيه. خلصنا؟ خلصنا يا أبي. ما عم صفي شيء. وانت واوي صافي يا لبان؟
صافي عمي ابو صافي، صافي. وفطور الصلحة عندي بالبيت بإذن الله. شرفونا يا جماعة. أنت فطر الشباب ونحن الكبارية، ما عليك منا. تفضل.